خليني أرحب بسيادة النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان. سيادة النائب، أحد أبطال حرب أكتوبر العظيم، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. أنا سمعت جزء من حديثكم وعايز أضيف على الأبطال حرب أكتوبر الفريق أول محمد فوزي، لأن طبعا هو القائد. أولا هو إعادة انضباط القوات المسلحة عقب 67، ثم هو قاد معركة الاستنزاف وكان صاحب فكرتها. ومعركة وحرب الاستنزاف دي كانت حرب منفصلة، العدو حتى يعتبرها حرب منفصلة بذاتها. وكبدت العدو خسائر جمة، سواء في الأفراد أو في المعدات أو الأسلحة. وعشان كده يجب أن تغفل أبدا واحنا بنتكلم على حرب اكتوبر. حرب اكتوبر دي حدث ممتاز للشعب المصري كله، وهي يعني طبعا الحرب القادمه لن تكون زي الحرب اللي فاتت ابدا، ولكن الحرب القادمه ستكون فيها سمات العصر، وهي التقدم التكنولوجي اللي بيتقدم زي اللي احنا عايشينها دلوقتي يا سياده اللواء كمال. مش كده؟ زي اللي احنا عايشينه دلوقتي بالظبط كده، وده اللي تحدث يعني فيه سياده الرئيس السيسي في كلمته النهارده. بيعمل بيخش في افاق جديده، يعني في حرب اكتوبر عملت رسائل للمستقبل مثلا، يعني عملت رسائل خاصه بالحرب البحريه. فمثلا لما دمرنا بلاد المدمره ايلات وكانت قطعه كبيره جدا، العالم بطل يعمل قطعه كبيره بحريه، بدا يعمل الصواريخ بزوارق الصواريخ الصغيره. اثنين، بدا اللي هي الاقمار الصناعيه. الاقمار الصناعيه بالرغم انها كانت تستخدم فقط للدول العظمى في ذلك الوقت، امريكا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، الا انها اصبحت هامه جدا لكل البلاد للمعلومات، او لكل سواء معلومات او يعني بحوث او خلافه في كل العالم. فهي اصبحت اعطت رسائل المستقبل في هذا، اعطت رسائل المستقبل في استخدام الجندي المشاه المتعدد. اعطت رسائل المستقبل في استخدام الهليكوبتر المتعدده، المهام مختلفه لمعاونه القوات. اعطت رسائل كثيره جدا في مستوى عسكري وفي مستوى قومي. مستوى قومي طبعا تماسك الجبهه الداخليه مع قواتنا المسلحه، وقوف الشعب صلبا خلف قواته، لان هو الشعب، هي قوات مسلحه مين؟ هي قوات مسلحه هي تنبثق من الشعب، الشعب المصري منه. والشعب كله احتياطي ليها. صحيح. لأن فعلا لما نشوف احنا نظام الخدمه الوطنيه الالزاميه اللي هو قانونه المحدود في القوات المسلحه، نجد ان هي خدمه وطنيه 3 سنين وتسع سنوات احتياطي بالنسبه للغير ذوي المؤهلات، او يعني هكذا 12 عام كاملا لكل المستويات، منهم سنه خدمه عامله للمؤهلات العليا والباقي احتياط، وسنه ونص او سنتين او 3 سنين. وعشان كده انا عايز اقول ان حرب اكتوبر هي الحقيقه ذكرها بتعد علينا كده، ولكن يجب ان نتوقف عندها ونحلل كيف تبقى في اذهان الشباب وخاصه ده مهم قوي في اذهان اولادنا. ده في غايه الاهميه الكلام اللي حضرتك بتقوله يا ست اللواء، ده في غايه الاهميه. محتاجين نشتغل على ده. انا متاكده ان في ناس اكيد بتشتغل على ده، لكن احنا محتاجين كلنا نشارك، كله يشارك بافكاره. عشان كده انا كنت طرحت، لو حضرتك كنت متابع معانا مع الاستاذ جمال زايده لما كنا بنتكلم في انه الاجيال دي محتاجين نتعامل معاها. احنا بنتكلم في النهارده المواطن اللي اتولد يوم 6 اكتوبر عنده 47 سنه، فالاجيال اللي جايه بقى، ما بال حضرتك بالاجيال اللي جايه، وطبيعه الاجيال اختلفت، طبيعه التعامل معاها اختلف. لان عصرهم اختلف. دلوقتي لما تحب حضرتك تعملي حاجه معينه في الموبايل بتاعك، هتجيبي حفيدك يعمله او ابنك الصغير او حد من العيله صغير يعني. فاللي انا عايز اقوله، لان حد غيري اجيال اختلفت وتم اعدادها البيئه اللي حواليها اختلفت عن احنا اتربينا فيه. صحيح. فاللي انا عايز اقوله احنا يعني في افكار متعدده تتجمع، محتاجين ان الافكار دي القابله للتنفيذ نبدا في تنفيذها فورا يا ست لواء. واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى
أعطى مصر يعني هدية من عنده، هي قيادة وطنية مخلصة. نعم. قائد مصري مخلص. نعم. يعني يعمل لبناء مصر ولإعادة بناء مصر، وعايز يخليها قد الدنيا مش بس أم الدنيا. صحيح صحيح، وربنا إن شاء الله هيقدره وهيعمل ده بإذن الله. بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيادة اللواء كمال عامر.